النهارده أبرزت الرئاسة التونسية خبر استقبال الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد بقصر قرطاج لوزير الخارجية المصري سيد سفير سامح شكري، واللي كان محمل برسالة شفوية موجهة إلى الرئيس التونسي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئاسة التونسية بتأكد إن اللقاء كان فرصة جدد خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد الشكر لمصر قيادة وشعب على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كورونا. كمان بيأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء على أنه أمن مصر واستقرارها هما من أمن واستقرار تونس. من ناحية تانية، وزير خارجيتنا سيد سفير سامح شكري أكد لرئيس تونس الدعم المطلق من الرئيس عبد الفتاح السيسي للإجراءات التاريخية اللي خدتها أو اللي بتاخدها تونس لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها. احنا معانا على التليفون دكتورة بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بالمشاهدين الكرام ومرحبا بمصر العزيزة. اهلا بيك، مرحبا بيك، يا ربنا يخليك. مرحبتين على رأي اللبنانيين كده زي ما بيقولوا احيانا. خليني اسأل على مسألة يعني ما يحدث في تونس الآن، وفي نفس الوقت العلاقة سياسيا ما بين مصر وتونس، خاصة فيما يجري داخل الشارع التونسي. إذا ما يجري في الشارع التونسي هو هناك نوع من الاطمئنان الكبير في الشارع التونسي وسير العمل العادي، والشعب التونسي يشتغل، ولا تنسوا أنه هناك عطلة صيفية، يعني أغلبية الشعب التونسي في عطلة صيفية. طبعا الشعب التونسي يتابع عن كثب كل الإجراءات، كل القرارات، كل ما يحصل. هناك يعني نوع من الارتياح لسيد الرئيس، وخاصة أن هناك ثقة كبيرة جدا من الشعب التونسي، بالرغم أنه في بعض الأحيان يقول علاش ما تمش القبض على المجموعة الفاسدة، علاش ما همش في الإقامة الجبرية، وهذا طبعا لأنه السيد الرئيس يؤمن بالقضاء العادل ويؤمن بالمحاكمات العادلة وبالملفات، وهذا طبعا نحاول أن نقوله إلى الشعب التونسي. يعني مجموعة، لا نحكي على كل الشعب التونسي ولا يمكن، لكن الأغلبية يعني هناك ارتياح كبير جدا. النقطة الثانية واللي طرحتها سيادتك هي العلاقات المصرية التونسية. هي علاقات يعني متجذرة في التاريخ، علاقات كبيرة جدا بين الشعبين والشعب التونسي والشعب المصري، يعني فما حب متبادل وحب كبير برشا ما بيناتنا. يعني كي نقول مصر أنا نقول الأفلام المصرية، نقول الثقافة المصرية، نقول الحضارة المصرية، نقول التفاعل الإيجابي اللي ما بين مصر وتونس. نحن نقول انه مصر يوم سقوط الاخوان 30 جوان 2013، لما سقط الاخوان على اسوار القاهره كانت الفرحه في تونس، والشعب التونسي سجل فرحته، وفما الشعب التونسي وقتها نحن يحكموا فينا بالحديد والنار الاخوانجيه، وخرجنا وسجلنا فرحتنا وباركنا ووقفنا وقفه كبيره برشا مع الاخوه المصريين. اليوم مصر واقفه معنا وقفه كبيره، سيد الرئيس معناها في رسالته اللي بعثها للسيد رئيس الجمهوريه السيد رئيس قيس سعيد كانت رسالة مطمئنة، ورأينا حتى على ملامح السيد الرئيس يعني هناك نوع من الارتياح الكبير. أكيد أنه مصر يهمها برشا الشأن التونسي، لأنه مصر وتونس واحد، ولنا نتقاسم الكثير من الأشياء بيننا. ثم أن الأمن الإقليمي هو أمن واحد، سواء كان أمن تونسي أم أمن جزائري ليبي مصري. إذن مصر اليوم في قفزات عملاقة، تعتبر الرائدة الإقليمية، وطبعا مساندتها لنا ضد الإخوان مهم جدا وننتظره، والشعب التونسي يبارك هذا. وقد كتبنا نحن في مركزنا الكثير عن هذا، عن الارتياح، وخاصة عن الزيارة، ومتأكدين أنه فما دعم كبير من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السيد الرئيس قيس سعيد.
طيب هناك ارتياح في التعامل ما بين رئيسي البلدين، وده شيء الحقيقة مبشر جدا، ما فيش فيه خلاف. المسألة الثانية في مسألة انه كل ما يحدث في تونس الحقيقة دائما ما يلقى اهتمام حقيقي لدى المجتمع المصري، ليس فقط سياسي ولا نخبه من كتاب وصحفيين، ولكن لدى الشارع المصري. قد يكون هناك سؤال دكتور بدرة حول انه هل وضع الاخوان في تونس يختلف عن وضعهم في مصر؟ يعني استطاع المصريين التخلص من الاخوان واجتثاثهم من الحكم واجتثاثهم من مؤسسات الدولة المختلفة، متى يستطيع اخواننا واهالينا في تونس ان يقوموا بنفس ذات الفعل تجاه الاخوان؟ أنا أقول ليس بسهل، يعني أنه نشتر يعني 10 سنوات من حكم الإخوان، من تمكنهم، من تغلغلهم داخل يعني مفاصل الدولة التونسية، داخل المجتمع 10 سنوات. يعني ونعرف أنه أنتم ما شاء الله يعني في سنة ولا سنتين، سنة ونص واقتلعتوهم، لكن احنا كان بدعم خارجي كبير جدا، هم جثموا على أنفسنا وعلى قلوبنا 10 سنوات. نحن نطلب من شعبنا ومن كل العالم أن يصبر علينا شوية، يعني احنا شوية، لأنه ليس من السهل، ويجب الحذر كذلك، ونحن حذرين، لأنهم جماعة ترد الفعل، وكلما اشتد الخناق عليهم إلا والتجأوا إلى العنف، وكذلك متأكدين إنه المجموعة هذه يلزمها وقت باش نوصلوا نخرجوهم. هذه نقطة واحدة. نقطة ثانية، هم متورطين في العديد من الملفات، أكيد ستطرح كل ملفاتهم عن القضاء، والسيد الرئيس قيس سعيد هو أستاذ القانون الدستوري وزوجته قاضية، يعني وهو من عائلة يعني القانون، وهو يؤمن بالقانون، وهؤلاء سيحاكمون حسب العدالة وحسب القانون. ويعني نحن ننتظر طبعا قرارات حاسمة في الرؤوس الأفاعي الكبيرة وبالقانون كذلك، حتى لا نتهم بأننا يعني تلك اتهامات. هم اليوم يتهموننا، اليوم كنت في راديو ألماني وكان معنا واحد من الإخوان في ألمانيا وهو يصيح والانقلاب العسكري والانقلاب، فقلنا كوفاكم تشويها يا أخي لتونس، أين رأيتم الانقلاب ومن انقلب على من؟ وهذه أغنية الانقلاب، يعني يكفي من هذا الكلام. هم هذا كله، نحن في تونس وسيد الرئيس كلنا نمشي بخطى ثابتة وبخطى يعني واقعية حتى نتمكن من اجتثاثهم من المشهد التونسي إن شاء الله. يا رب يا رب، يعني كل الدعم من ناحيتنا على الأقل كصحفيين ليكم، دعما معنويا ودعما قلبيا وفكريا أيضا إن استطعنا. أشكرك جدا دكتور بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية.